في مؤسسة ولي العهد، شبابنا هم الأساس. كل شاب وشابة منهم متميز بطريقته الخاصة، بتجارب تحمل إنا مشاعر فخر واعتزاز ومسؤولية أكبر لنقدم أكتر. أنا علاء الدين الخواجة من عمان. بسنة 2018 كنت قاطع شوط كتير كبير من تخصصي اللي هو هندسة طيران، وكنت مآمن إنه إذا أنا بدي أكون متميز بهذا المجال لازم أحصل على فرصة عمل أو تدريب خارجية بالشركات العالمية، واللي تزامنت أيضاً بأنه مؤسسة ولي العهد كانت طارحة برنامج تدريبي في شركة إيرباص في فرنسا في مقرها الرئيسي لمدة 6 شهور لطلبة الجامعات والكليات الأردنية. من خلال هاي الفرصة قدرت أني أحصل على المهارات والقدرات اللي عكستها بعدين على دوري في صقر درون، واللي أكيد استغليناها بتعزيز مشاركتنا الاقتصادية في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في الأردن. أنا زين بطاينة، مؤسسة زين جولري. مؤسسة ولي العهد قدرت توفر لنا مكان نتعرف فيه على ناس بنفس المجالات. بعد الدورة اللي أخذتها قررت أني أطور شغفي في المجوهرات وأبلش أني أصنع في مرافق مؤسسة ولي العهد، فبلشت أني أستخدم طابعات ثلاثية الأبعاد، ومن هون بلشت بسلسلة من التعليم على هاي الماشينز والتدريب التقني اللي أمنت لي إياه المؤسسة. أنا أحمد العضايلة من الكرك، سفير بإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد. ساهم التطوع فيي بأنه كسر حاجز الخوف، خلاني أقدر أني أطلع قدام أشخاص، قدام جمهور، قدام عدد كبير من الناس، وخلاني أقدر أحكي وأتحدث بمثلاً مشاكلي أو مشاكل المتطوعين اللي إحنا بنواجهها. أنا كرم صوالحة من محافظة مادبة، شغوف بالبرمجة وبتطوير تطبيقات الموبايل بشكل خاص. التحقت في برامج مؤسسة ولي العهد اللي ساعدتني أطور مهاراتي في مجال البرمجة، بالإضافة لدورات تدريبية أخرى ساعدتني أتدرب أكثر وأتعلم في هذا المجال بشكل أكثر. أنا رافق أبو ميالة، ناشط شبابية ومجتمعية ومؤسسة مشروع فور هيلث، بالإضافة لكوني مدربة معتمدة على مستوى الأردن كمؤسسة 3 مشاريع ريادية والعديد من المبادرات الشبابية. هذا الشيء خلاني كشابة من باحث عن فرصة عمل لشابة قادرة على خلق فرصة عمل إلي، وبهيك قدرت كشابة أمكن نفسي، أمكن مجتمعات المضيفة، وأيضاً أبتكر في ريادة الأعمال. أنا المهندس سيف سيوف، تخرجت بتخصص هندسة الطاقة من جامعة الحسين التقنية، وكنت الأول على جامعتي اللي هي أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد. مشروع تخرجي كان عبارة عن طائرة مسيرة ثابتة الجناح تعمل على الطاقة الشمسية، وكنت أول طالب مبادر بهذا المشروع، والحمد لله اليوم صار في منهاج ثابت بجامعة الحسين التقنية اللي هو الستمتو، بتمحور حوالين التكنولوجيا الطائرات المسيرة، واليوم أنا المسؤول عن مختبر الطائرات المسيرة الدرونز. أنا حمزة المقدادي، مدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة مركبتي. أنا محمد البدور، مدير العمليات في شركة مركبتي. مركبتي هي نظام لفحص السيارات المستعملة. بلشنا نشتغل في إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بحيث قمنا بتطوير وتصميم منتجاتنا، وساهمت البيئة اللي بوفروها لنا من ناحية المساحة اللي اشتغلنا فيها، الأدوات والمعدات اللي وفروها، وأيضاً الخبرات اللي كانت من ضمن الطاقم المهندسين الموجودين. من خلال مركبتي راح نوفر فرص عمل لشباب الأردنيين، وحتى في حال التوسع للأسواق المجاورة راح يكون فريق الفني المختص من خبرات أردنية إن شاء الله. أنا تالا ضمرة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آيبي. هلأ أنا بالأساس مهندسة معمارية، صحيح شغفي اللي هو الفكرة الأساسية أصلاً من وراء يعني وجود شركة آيبي، اللي هو شغفي في مجال التكنولوجيا إدارة المعلومات، واللي تخصصت فيه أيضاً في الدراسات العليا. التدريب والمهارات اللي اكتسبتها من خلال برنامج مؤسسة ولي العهد ساعدني إني أنا أفكر بنطاق أوسع كيف ممكن نوظف هاي التكنولوجيا لتطبيقات أكثر. معرفني على كتير أشخاص متخصصين بهذا المجال ساعدوني كيف إنه إحنا نقدر نبتكر ونطبق هاي التكنولوجيا لنخدم قطاع الأبنية والمنشآت بطريقة كتير فعالة أكتر وبتوظف التكنولوجيا بشكل كتير أوسع. اسمي حازم عياصرة من محافظة جرش. عمري في مؤسسة ولي العهد تجاوز 9 سنوات اللي شاركت من خلالها بالعديد من البرامج وورشات العمل. هاي البرامج وورشات العمل أدت بشكل كبير لصقل شخصيتي بطريقة جدا جميلة، اللي من خلالها قدرت أنه أساهم بأني أكون فاعل في المجتمع اللي أنا عايش فيه. من أكثر المهارات اللي تعلمتها من خلال رحلتي في مؤسسة ولي العهد هي مهارة التشبيك، اللي أدت لأنه اليوم نخلق كثير من الفرص اللي موجودة في مجتمعاتنا المحلية. فمن خلال هاي المهارة قدرنا بأنه نجيب صناع قرار، قدرنا بأنه نتواصل مع ناس مهتمين أكثر في الاستثمار في المبادرات المجتمعية في محافظة جرش.
اسمي يوسف فلحات من محافظة سمعان، مستفيد من برامج مؤسسة ولي العهد. كابن منطقة سياحية اختلطت وتعاملت مع عدد كبير من زوار المنطقة، دائما كنت أسأل حالي كيف ممكن ننشر الثقافة الأردنية لهم. ومن هون إجا دور ثقافات. ثقافات هي هاي المساحة اللي بتخلي الزائر يجرب الأكلات الأردنية، يقعد مع العيلة الأردنية، يحكي مع الأم الأردنية. اليوم مؤسسة ولي العهد ببرامجها المميزة ساهمت بأنها تخلق جيل ريادي، وهذا جيل الريادي اليوم عم بيعمل أفكار وأثر جداً إيجابي بالمجتمع الأردني. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص. مؤسسة ولي العهد، مسار للفرص.